بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال رب ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. النخلة تساقط عليك
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا وأوصاني بالصلاة والزكاة
الزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه فاعبدوه هذا صراط